السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل على كتاب بوني ماس. ده كتاب برايم 2. بوني ماس من الكتب الممتازة جدا. اكسرسايز عالي قوي. كنت السنة اللي فاتت عملت مقارنة ما بينها وما بين في البرايم 1، ما بين بوني وما بين المعاصر، وكان من وجهة نظري طبعا ان بوني يكسب في الاكسرسايز بتاعه، لان الماس عايز حل كتير والمعاصر طبعا كتاب حلو ما فيش حد يقدر يختلف عليه اتنين، بس يعني بحس ان اللي هو يعني التدريبات بتاعته فقيرة شوية. في ناس قالوا ان بني السنة اللي فاتت كان فيها بعض، يعني ان هي ما فيهاش شرح فمش حلوة، بس انا ملاحظة السنة دي ان هي اتغيرت، فيها تغييرات. السنة اللي فاتت كان كتاب بوني ماس، اولا كان لونه ازرق، كان كتاب كبير عريض كده كبير، وكان كتاب واحد بس بدون شيتات او اي حاجة، وكان سعره 55 جنيه. النهاردة دي بوني ماس، دي طبعة 2022، الطبعة الجديدة تمام. صاحبها طبعا مستر محمد نصر الدين، انسان يعني قمة في الغاية، في يعني غاية في الاحترام وفي الادب، انسان محترم جدا. سمى هو عمل سلسلة كتب اسمها سلسلة كتب الاستاذ، فيها عمل عربي وعمل حساب، يعني مش ماس بقى حساب، وعمل كام حاجة كده، كام مادة بس انا مش عارفة، يعني انا كنت عارفة ان هو مستر ماس بس مش عارفة اجيب محتويات الكتب التانية منين. ربنا يبارك له يا رب، ويعني ربنا يصلح حاله. بوني ماس ليفل 2 او برايم 2 السنة دي. السنة اللي فاتت كانت الكتاب ب 55. اول حاجة لقيتها السنة دي ان الكتاب بقى بكام؟ ب 67 جنيه. تمام، دي اول ما اخذ. طبعا انا بحط كل حاجة، اهو ده شكل كتاب الاستاذ في العربي، هو ده يعني شكل الكتاب اللي هو نفس مجموعة بوني ونفس مستر محمد نصر الدين، هو نفس النظام. طيب الكتاب السنة دي نزل ب 67 جنيه، طبعا في فرق كتير قوي، يعني انا شايفة فرق 17 جنيه، بس اولا هم طبعا كتابين مش واحد. تمام، طيب افتح كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برضو السلوفانة بتاعته، في الكتاب اللي هو الكتاب الكبير طبعا مكتوب على هو فيرست تيرم، وده كتاب مراجعة ريفيجن ومعاه انسرز، والكتاب كمان او السلوفانة جواها دي الساعة اللي هي ساعة بوني، اللي هو الساعة الكرتون دي اهي، وراها تقويم ماشي، ساعة بوني والعقارب دي بتتحرك، العقارب دي بتتحرك اهيت، ديت جوه اللي هو الكتاب بتاع الانسرز والتدريبات، ودي شيبس اشكال السكوير والحاجات ديت اهي. شيبس طبعا هي المفروض بتتفرغ وبتتقفل، وده شيت لغاية رقم 120 اهو فوق. تمام، هما دول الثلاث حاجات، كرتون كده مع الايه، شوف لو في حاجة تانية، مفيش، هما دول الثلاث حاجات اللي في اللي هما دول اللي كانوا في السلوفان مع بني. طيب اجي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الكتاب صغر، يعني انا حاسة انه صغر بس كبر، حجمه كبر. الكتاب تقريبا هنا دول، ده نوتس في النهاية، الكتاب لغاية صفحة 230. تمام، انا حاسة ان هو كبر عن السنة اللي فاتت. اهو ديت بوني من جوه، ده فيرست تيرم. تمام، مقسمها لي شابترات اهوت لغاية شابتر 6. شوف هنا في شابترات كمان عشان انا بتلخبط شوية كده. دي الايام والاسبوع والشهر. طبعا هو مشكلة بني ان هي شرحها قليل شوية، بس هشوف يعني جايز يكونوا نزلوا شرح السنة دي، ديت اللي هي شوية الحاجات بتوع الاحصاء دول اهي، بس تقريبا دي شرح اهي، نزل شرح بني، نزلت شرح دي اهيات، وده الاكسرسايز، ده اول درس مثلا في اكسرسايز ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10،
هو ده انا بتكلم فيه بقى، ان بوني ممتازه في الاكسرسايز بتاعها 9 10 11 12، كل ده يا جماعه على اول درس، 13 14 15 16، لا يعني الموضوع كبير بسم الله ما شاء الله، تمارين يعني بشكل فظيع. ده ليسون من 6 ل 8، ده الليسون اللي بعده برضو هو بيتكلم عن الايه اللي هي خط الاعداد والكلام ده والافقي والرأسي طبعا اهو، تمام. كل ده اكسرسايز على الدرس، انا كل ده في اول درسين تقريبا، يعني مشيت كتير قوي. وبعدين هنيجي للليسونات اللي بعده، هنا ديت مقسمها لي الشابترات، بيعرفني ان الليسون 11 و12 في ايه، و15 و16 و17 و20 و13 و14. وبني بصراحه ربنا انا بحبها قوي، لان هي اكسرسايز بتاعها كتير، والاول ما كانوش بيجيبوا شرح، فهي كان بيؤخذ عليها مأخذ ان هي ما فيهاش شرح، فبقت السنه دي ليها شرح، والشرح باين اهوت اهو، وهو شرح اهو كمان، فبقت يعني ايه الحجه بتاعت الناس راحت، لان هي منزله شرح اهوت. وده يعني ده الدرس اهوت، هنبدا من الاكسرسايز، ادي نص صفحه، وادي واحد اهو، هوم اكتيفيتيز، 2 3 4 5 6 7 8 9 اكتيفيتي 2 10 11، انا مش عارفه انا اتلخبطت في العدد، 12 13 14 15 16 17 18 19. وبعدين بندخل في اللي بعده، اتحدى اي كتاب وحياه ربنا انه فيه كميه الاكسرسايز دي، مفيش والله. يعني ده هندخل على حاجه تانية اللي هو التجميع، ازاي ان انا اجمع ال 12 زائد 1 بيساوي 13. طبعا ايه الشغل ده لازم يكون بالانجلش طبعا، للي هم اللي بتوع اللغات اهو. ده الاكتيفيتي، شوف كميه الاكتيفيتي يا جماعه، انا بص يعني دي الصفحه اللي فاتت دي كانت نمبر 1، 2 3 4 5، وبعدين بيعيد الشرح تاني اهوت، 5 6 7 8 9 10 11 12. وبعدين برضو تقسيمه للشابتر رقم 3، الكتاب خامته تعتبر حلوه جدا، تمام، يعني خفيفه سنه صغيره بس مش قوي. ودي ال 100 وايه الهندردز والتنز والوانز اللي هي الاحاد والعشرات والمئات، دي الاكتيفيتي ادي اول، يعني ده الشرح اهو، الشرح اهوت. وبعدين كميه الاكتيفيتي يا جماعه، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 يعني 12 13، لا كميه تمارين بسم الله ما شاء الله عالية جدا 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 جدا، كمية تمارين فظيعة بصراحة ربنا. مستوى بني منزلش، هي غليت شوية، يعني هي غليت شوية بس هي بصراحة ربنا مستواها زي ما هي، بل اعتقد ان هي علت من مستواها، لان الناس كانت قاعدة تشتكي ان انا عايزة شرح وما كانش فيها شرح، ودي فعلا كان حقيقة ان هي ما كانش فيها شرح، بيبقى يعني وافي ان هي الام ان هي تقدر ان هي تشرح لاولادها. اعتقد كده هي بسم الله ما شاء الله بقت جميله جدا طبعا، ما شاء الله ما شاء الله. شو كميه الاكسرسايز، يعني الصفحه الواحده فيها 14 سؤال اهو. طبعا احاول اجري، دي بوني برايم 2 يا جماعه، الناس اللي كانت عايزه ان انا اقرر لها ما بين بوني والمعاصر، انا والله حبيت ان انا اعمل الفيديو ده قريب عشان ما اتاخرش عليكم، بس ان شاء الله اول ما ينزل المعاصر وعد ان انا هفتح كيسه من كيس المعاصر باذن الله، واوريه لكم برده، اوريكم الحاجات اللي فيه ديت اللي هي الشيبس الاشكال، ودي طبعا هنرسم رسم كده، وبعدها طبعا الاكسرسايز بتاعنا الكتير قوي، اكسرسايز كتير 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 كتير، الكتاب معدي ال 200 صفحه، 200 حوالي 35 صفحه، تمام. طيب مش عايزه اكتر عشان الناس ما تزهقش مني، انا بس والله بحاول ان انا اعرض، تمام. طبعا احنا بنبيع بني، او انا ببيع بني بدل 67
بتتباع ب65. تمام، ده كتاب الانسرز اهو، ده جزء الانسرز وراه خالص ماشي، الكتاب مكتوب عليه فاينل ريفيجن والايه والانسرز. دي الانسرز بتاع الجزء، طبعا في ناس كتير جدا بتبقى عايزه الانسرز، حلو قوي ده، يعني احنا بنعمل كل طلبات الناس اهو. جزء الانسرز كبير، جزء الانسرز كبير شامل الكتابين تقريبا اهو. وبعدين هنا قبل الانسرز بقى كل دي شيتات، كل دي شيتات اهو، كل دي شيتات امتحانات واختبارات. احنا مش هنحتاج ان شاء الله مع بني اي كتاب تاني، مش هنحتاج معاها اي كتاب مراجعة. تمام، هي بسم الله ما شاء الله مكتفية بذاتها اهو، نجيبها بس من الاول اهو. ده الكتاب ده كله ريفيجن، كله امتحانات، كله اختبارات، كله شيتات اهو. كتاب صغير وفي الانسرز بتاع الكتابين اهوت. بني الجديدة يا جماعة برايم 2 طبعة 2022، الكتاب نازل، كتابين مع بعض، كتاب الشرح وشرح الدروس يعني، والكتاب تاني فاينل ريفيجن وانسرز، ومعاهم ثلاث حاجات، معاها كتاب الارقام لغاية 120، ومعاهم دي اشكال الشيبس. تمام، بس طبعا دي بتتفك يعني وبتتركب، بتبقى ثلاثيات الابعاد كده. ومعاها ثالث حاجة اللي هي الساعة بتاعة بني اهي، والساعة دي مش عارفة بتقف ولا ايه، وال عقارب بتاعتها بتتحرك، وهنا من ورا ال اللهم صل على النبي التقويم، وبتلف. انا فاكره يعني السهم ده معناها ان الحته دي بتلف، بس انا مش عارفه طبعا لان انا ماسكه الموبايل بالايد التاني اهي، تقريبا هي بتقف مش عارفه، ما علينا. هي دي يا جماعه بني برايم 2 الجديده طبعه 2022. شكرا لصاحبها يعني، واللي عملها، ان هو فعلا بصراحة ربنا بيجدد نفسه، لولا التجديد ده الموضوع بيبوظ. ان شاء الله انتظروني في فيديو جديد. قطر الندى، قطر الندى يا جماعة برايم 1 وبرايم 2، نزل مجموعة فيها ماس وعربي، المجموعة رخيصة جدا جدا جدا، كتاب ماس وكتاب عربي برايم 1 وبرايم 2، الكتاب نزل ب75 جنيه، ب75 جنيه ماس وعربي. انتظروني ان شاء الله، الكتاب عندي جنني جدا، قطر ان ده كتاب حلو قوي 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 في العربي. هنتظر ان انا اشوف الماس بتاعه عامل ازاي. منزل العربي والماس ب75 جنيه، طبعا ده سعر حلو قوي يعني، كتاب الماس في بوني لوحده ب67، لا ده مديني عربي وماس، طبعا كل كتاب لوحده منفصل ولكنه في سلوفانة واحده. الكتاب نازل ب75 جنيه، طبعا من مكتبة ميرو، المفروض بيبقى ان شاء الله كمان عليه خصم. تابعوني ان شاء الله، هنزل لكم قريب جدا موضوع قطر الندى ده، ونشوف الماس بتاعه، علشان برضو الناس اللي في المتناول يعني، تكون الكتب كلها في المتناول، وربنا يبارك لنا كلنا في ولادنا يا رب ان شاء الله، وكل ام واب يشوف ولادهم احسن ما هو عايز واحسن ما هو اصلا بقى يعني ان شاء الله. ماشي يا جماعة، سلام عليكم.